يا أهل حلوم يا أهل حلوم يا أهل حلوم يا أهل حلوم الحاضر يعلم الغيب الناطور بالكل تجمعوا بالساعة لأمرهم. شو في يا أبو أحمد؟ علمي علمك يا أهل حلوم الحاضر يعلم الغيب الناطور بالكل تجمعوا بالساعة لأمرهم. شو القصة يا غوار؟ أبصر أكيد في شيء. افتح الراديو على لندن لنشوف شو في أخبار عنا. طيب صباح الخير يا أبو نارا. يسعد لي هالصباح. بدي بفرنجين حنة. بزر العصفورة بلشت تشيب. الشعر بينصبغ يا أبو نارا، بس شو بتعمل بالقلب إذا شاب؟ آه إن شاء الله لقيلك شوية حنة يا زينة. وين راحت الحنة اللي عندك؟ عملت تصفية على كل الأصناف القديمة. ها حظك منيح لقيت لك هالنتفة. وين راحوا المناديل والفساتين والكتب؟ كلهم صاروا بهالأراجيل. عم قول شو مغير بهالدكان؟ ما الضيعة كلها تغيرت. وإنت يا غوار على العلمي ما بتدخن. عم أدخن لأنسى إني من هالضيعة. وانت كيف تعمل دكانتك لهيك اشياء؟ شبهها هيك اشياء. من مكتبة لقهوة؟ اما الكتاب مثل الارجيلة، هذا بليرة وهي بليرة. ولك كيف؟ الكتاب بيجلي المخ وبيحط فيه افكار. والارجيلة؟ بتجلي المخ والافكار. والارجيلة ما بتودي على الحبس يا زينة، بس الكتاب بيودي، ويا ما كتب وافكار ودت اصحابها على المشنقة. أحسن الكتاب لما الأرجيلة الحنة. لله يا محسنين لله مشان الله فرم. لله يا محسنين لله. ولا شو في؟ ليش دقرت فيه ولا مين دقر فيك؟ انت. انا ماشي بطريقي ما دقرت بحدا. الله يسامحك. تعال شوف حبيب قلبي. تعال. نعم. لوين رايح اخي ابو سمره؟ جاي على الاجتماع اللي قال عليه المنادي. وعرفت لي لايش الاجتماع؟ لا ما عرفت. ما عرفت؟ لا لسه. لك انا ليش دقرت فيه؟ لك حبيبي الله وكيلك ماشي بطريقي ما دقرت بحدا. يعني انا كذاب؟ يا غوار ليش الشر بعيونك اليوم؟ انا ما بحب حدا يدقر فيي. ما حدا دقر فيي. يعني انا كذاب؟ مش كذاب، بس انا واقف وشايف. شو شفت؟ شفت انه ما دقرك. اقنعك انه دقرني؟ تفضل. لو كنت انا قاعد قدام شوي مطرح ما مرق كان دقرني ولا ما دقرني؟ بجوز. يعني كان دقرني؟ طبعا. ايه ما فشر اللي بده يدقرني ولا؟ لك لك يا حبيبي طول بالك من شان الله. ولك انا غوار قتال البحر. ولك يا عمي هالخناقة شو؟ مو على شيء. وليش قيمت قلنا بالعادة بهالضيعة نتخانق على شيء؟ شو عم تتخانقوا؟ شو بعرفني اسأله؟ سامع بعينك قلة أدبه بعده بوشي من ورا عم يقول اسأله. ايه بدي كسر. عصفورية بدكم حرق المكتبة عملتوها قهوة وما عاد حدا منكم تحمل حدا. ولك على بعضكم مثل الواوية ونسيتوا يلي بالكرم. ولك تقبريني ما أحلاكي وأنت عم تخانقي. أنت هذا اللي أخذ عقلك. الله لا يشبعني. حرام الواحد يحكي معك. لك هلا ليش دقرني؟ ولك ما دقر فيك؟ لك ليش دقرني ولك انا بكسر اكبر راس برا؟ لك كيف وقفت على اذنك هي ولا؟ ليه ليك واقفة؟ شو فيك؟ شو؟ انا جربتها كثير ما توقف على اذني. ايه لانك ما بتحطها على النص. شلون هي حاططها على النص؟ هذا نصها؟ لك هاد نص هي الشقفة. انا بدي وقف هي الشقفة بس. ما عم توقف. تعرف أبو سمرة؟ نعم. يمكن أنت بتوقف على أدنك لأنه أدنيك كبار مثل الحمار. على كل حبيب قلبي أنا هلأ ما عندي وقت، خلينا نرجع لموضوعنا وننهي بسرعة. رجع يلا ليش دقرفيك؟ ولك ما دقرفيك؟ لك افرضوا دقرفيك شو صار؟ ولك يا القتيل ينحل ببوسة شوارب شو صار لكم؟ شو صار لهالضيعة؟ وين محبة زمان؟ وين نخوة زمان؟ وين كاسة الشاي اللي طلبتها زمان؟ أمرك؟ مع مين عم تحكي يا زينة؟ ولك خلي شعر هالصبايا يشيب. يا أبو نارا أمر؟ أنا شايف إنه زينة معها حق، لذلك أعطيني كاسة شاي على حساب أبو سمرة بدي صالحه. يا سلام عليك شو مسامح. شكراً. قرب راسك هات بوسي. تعال. أهلين غوار. حبيب قلبي أنت.
يخرب بيتك على هالريحة. شو بتتحمم تيمم ولا؟ روح روح حط لشعرك بريانطين وبس يصير عندك شعور نسيت على صالحك. أمرك. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. صباح النور. شو القصة؟ سمعنا عم يقولوا اجتماع مع اجتماع، شو في؟ علمي علمك المنادي تنجتمع بالساحة. قال في شغلة مهمة. سمعت إنه شالوا المختار. معقولة؟ يا ريت. لك افتح الراديو ليكون في شيء معنا علم. يلا. ودخلك هاي شو بيقولوا لها بعلم السياسة؟ انقلاب. من تمك لباب السما يا رب. الله لا يرده. كرهنا عيشتنا. راح يشحدنا. ما شحدته خلاص ولا. إليكم هذا النبأ الهام. بلاغ رقم 1. صباح هذا اليوم قامت ثلة من شرفائكم بالقضاء على حكم الظلم والاستبداد والتهريب، وأطاحت بمدبر حلوم وطغمته الفاسدة. سمع يا أخوان، مختارنا الجديد يتحدث إليكم. أيها الشعب الكريم، يا أهالي ضيعة علوم العظيمة، باسمكم جميعا توكلنا على الله واستلمنا زمام الأمور لإنقاذكم من فساد المختار السابق وأعوانه وأقربائه. واضع النصب عيناي طرد قاطع الطريق واستعادة الكرم المغتصب، والسلام عليكم بني وطني. مضت أيام ورا أيام وبعدنا على حالنا. الكرم بعده بعيد. الشيء الوحيد اللي عمله المختار الجديد للضيعة انه جدد عفش بيته وفتح لنا حبس جديد، وصار بشعري 10 شعرات شايبين. اسأل الله ايامك يا مدبر حلو. التوقيع زينة. زينة مسيكي بالخير. 100 مساء. شو شايفك سهرانة؟ شو عم تعملي؟ عم بكتب تاريخ الضيعة. وفين عم تكتبي تاريخ الضيعة؟ بالهوى. بالهوى عم تكتبي التاريخ؟ يي مزبوط. طيب وليش ما عم تكتبي تاريخ الضيعة على ورقة؟ بخاف توقع بإيد حدا. وإذا وقعت بإيد حدا بتخافي حدا يقراها؟ لا، بخاف يغيروا فيها لأنها تاريخ. عندك حق. دخلك هالكلمة هي شو؟ الضيعة. أنا قريتها الضبعة. ناقصة نقطة. حطي لها نقطة إن شاء الله ما بتوقعي فيها. تصبحي على خير. وأنت من أهلك. عم أهلك شبك؟ تفركشت. بشو؟ بكلمة. وشو هالكلمة؟ المختار، ومطعوجة من طرفها كمان. يه، وقع من عندي. وشو جابها من هنيك لهون؟ يمكن طيرها الهوى. زينة اسمعي مني، ارجعي اكتبي تاريخ الضيعة على ورقة. ليش؟ خايف على هالتاريخ لتطير شي نسمة هوا. شو يا نايف، شو القصة؟ في انقلاب. انقلاب جديد؟ طالع من الفرن تازخ. يا ريت يطالعوا لنا الخبز مثل الانقلابات تازخ. دخلك والمختار القديم شو أخباره؟ هل بالحبس؟ قطيعة على الآخرة، من المخترة للحبس. هيك السياسة. الله لا يرده، طلع أكذب من اللي قبله. اي والله. سمع يا أخوان، سمع. مختارنا الجديد جداً يتحدث إليكم.
هالشعب الكريم، يا أهالي ضيعة حلوم العظيمة، باسمكم جميعا توكلنا على الله واستلمنا زمام الأمور لإنقاذكم من فساد المختار السابق وأعوانه وأقربائه، واضعا نصب عيناي طرد قاطع الطريق واستعادة الكرم المغتصب، والسلام عليكم بني وطني وكل قلاب وأنتم بخير. ديروا بالكم على القهوة. وين رايح؟ رايح برا صوت المختار الجديد. روح لا تأخر بس. إذا كل يوم والتاني مختار جديد، شايف لك راح يلحقنا الدور كلنا. يا ريت. ليش شو بيقول لي بهالضيعة إلا المخترة؟ لك يا جماعة لا تتشائموا، بركي هالزلمة طلع في خير. إن شاء الله سيدي، الله يسمع منا. بس بتعرف أحسن شيء الواحد يحط راسه وينام. السلام عليكم. الله معك. عليك السلام. انتظروا بياناً هاماً. شو هو خير؟ شو القصة؟ هيئته انقلاب.